رحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مساء الخير السادة السيدات، ممثلي وممثلات مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية. واللي بغيت نذكر بأن هذه الندوة الصحفية خذات بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بآفة كورونا. والله إن جينا ونجيكم منها ويبعد عنا هذا الوباء في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، لما لا يكون في البداية إن شاء الله الولاية ديالنا ويكون هذا أحسن خبر بالنسبة للحزب التجمع الوطني الحرار إن شاء الله بحول الله. الحدود ما تجيش غير هكذا، الحدود تجي بالعمل، والحدود تجي بالمشروع، والحدود تجي بالأطر اللي يمكن لهم ينزلوا المشروع ديالهم. دونك أنا تنظن إلا شفنا خريطة انتخابية في القنيطرة تنظن بأن حزب التجمع الوطني الأحرار غادي يكون إن شاء الله من الأولين، إن شاء الله غادي يكون حظوظ عنده كثيرة، وكاين هناك إشارات جد إيجابية في الشارع القنيطري، وهذا اللي تزيد يحمسنا ويعطينا تحفيز أكثر. أنا تنظن بأن القنيطريين هما اللي يجاوبوا على هذا السؤال، لأن ماشي أنا اللي نجاوب، لأن ماشي الأولوية ديالي أنا، الأولوية ديال القنيطريين، والأولوية ديال القنيطريين هو نقل حضري في المستوى يحترم كرامة المواطن القنيطري. ومين تنقول أنا هناك نقل راه ما بقاتش نجيب الأسطول ونحطو، بقات الأسطول والمواكبة ديالو، النظافة ديالو. دونك هنا احنا غنعطيو أهمية الأولوية ديال الأسطول، لأن من ناحية القنيطرة خصها أسطول، والأسطول النقل ولا تيدخل في اللوجيستيك، وأول حاجة تيسوع عليها المستثمر ما تيجيش مدينة هو النقل، واش متوفر أو غير متوفر، هي أول مسألة. ثانيا حنا عندنا واحد الآفة اجتماعية خطيرة جدا، أن ما نساوش أن واحد 530 عائلة تقريبا اللي مساكن متضرة وبدون عمل، وشكون تيحس بها؟ دونك حنا تنظن لا اقتصاديا لا اجتماعيا خصنا نبداو بهذا الملف وعطينو الأولوية، باش إن شاء الله القنيطريين يسترجعوا الثقة ويسترجعوا النقل ديالهم، وهذوك الناس المساكين اللي ما خدامين شيء يرجعوا للعمل ديالهم. العملية ما تكون سهلة، لأنه ديجا هناك عقدة اللي موقعة وفيها شروط، وهذيك الشروط لا تحترم الواقع القنيطري، لا من حيث عدد ديال الأساطيل، لا من حيث عدد العمال اللي غادي يدخلوا يخدموا، وحتى الطريقة باش انا غادي نونجاجي واحد المبلغ كبير من الميزانيه ديال القنيطره اللي على حساب الدرايه ديالي بان هي مفلسه، فهمتي؟ ونطلب الله حنا دابا هذاك من بعد نجاوبوا على هذا السؤال، انه ما عنديش لاش نشري 40 اسطول. الشركه اللي رصى عليها هي تكلف بالاسطول، ونبقى انا تخلصني انا في الواجبات ديالي اللي تيخلصوا جميع الشركات اللي كانوا من قبل. دونك حنا تنظنوا بان داك العقده تنظن خصها المراجعه، ما صلحاش القنيطره والقنيطريين، ولهذا غادي يكون ملف كبير وفيه مخاض، ولكن تنظن بان ان شاء الله حنا هنا الا عطينا كلمتنا راه غادي نوفوا بها ان شاء الله. وتنظن غير رجعتي للبرنامج راه تلقاهم، ما تلقاهمش هكا متوضحين، ولكن غادي تلقاها. بالنسبة قلنا استكمال البرامج اللي كانت في المخطط الاستراتيجي، راه هو البرنامج المخطط الاستراتيجي ونصرح راه هو كاين، ولكن ما كمل شيء، 50 مازال ما كمل شيء. والمركب الثقافي اللي كاين لا هذاك ما بقاش، هذاك المركب الثقافي، هذاك الارت المجلس اللي فات راه عرضها للبيع وداز شحال من مرة في مزاد ومازال ما رصات على شي حد. في المحكمة تنظر ان كاين شي واحد يمكن داير فيها تقييد احتياطي، ولا انا ما عنديش معلومات كافيه، ولكن سمعت بان فيها نزاع، ولكن عندنا واحد المسرح اللي داخل وتشنو سيدنا الله يسرو، وراه خصو يكمل. دونك حنا راه مدخلينو هنا حتى هما راه غادي يلتزموا بهم ان شاء الله باش غادي نكملوهم. بالنسبه للبنيه التحتيه راه تكلمنا على البنيه التحتيه وديال المناطق المتضرره، راه كاينين هنا كلها عين السبع المخالف نخاخص، راه كلهم دون على البنيه التحتيه ديالهم، الفوارات دوينا عليها، كلشي دوينا عليه. بالنسبه للقنطره راه السي حاتم برقيه بان تدخل في قطاع حكومي، دونك هو تنظن بانه اولى باش يجاوبكم على هذا السؤال. المشاكل ديال قنطره غدا الاراضي وتتنقص، وحنا
بغينا الصراحة واحد الوعاء عقاري اللي يمكننا باش نوجدوه للاستثمار. انا تنقول بانه خصنا نقصوا شوية من العقار من التفكير في السكن، لان حتى هو ضروري، ولكن نعطيو الاولوية للمناطق الصناعية، لان يعني المناطق الصناعية هي اللي تخدم لنا الشباب. والمشكل اللي عندنا دابا في قنيطرة وبحيدة هو البطالة. دونك حنا بالعكس حنا مع التفويض ديال 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 الاراضي السلاليه، مع احترام ومع يكون واحد الثمن مناسب باش السلالي ما يضرش، ما نبيعش بخس الثمن باش الناس يربحوا اموال طائله على ظهر داك السلالي من ناحيه. ولكن حتى الا كان واحد حيت خصنا داك المعامله ديال غانيون غانيون، وين وين خاص السلالي يربح، واحد المعادله السلالي يربح والمجلس يربح والشباب تربح والمدينه تربح. اذا وفقنا ما بين هذه الامور كامله راه الاراضي السلاليه غادي تنفعنا هنا في قنيطره. هذا تنظن انا جاوبت على السؤال ديالك. وهي بطاقه الرعايه لكل مغربي، لان بطاقه الرعايه كانت بطاقه الرميد، وهذه بطاقه الرميد كانت بانها محل شهاده ضعف. دابا البرنامج جاب بطاقه رعايه لكل المغاربه باش ما نبقاوش هذا عنده وهذا ما عندوش، هذا ممكن نعطيه وهذا ما نعطيوش، ولكن جات لكل المغاربه. اولا باش تسبق باش انسان من غيدخل لوبيطال ولا غيدخل المستشفى، هذه البطاقه راه غتبين له، يعني غتعطي الولوج للتطبيب. النقطه الثانيه، ابتداء من 2022 غنوصلوا 300 درهم لكل متمدرس، 300 درهم. هاد 300 درهم للطفل، قبل ما كانت واحد برنامج تيسير، اليوم البرنامج ديال الاحرار جاب 300 درهم عن كل طفل. وزائد واحد المنحه غتكون عن الولاده، من يكون يدير الفاكسان ديالو ديال الولاده غتكون واحد المنحه لا تعطالو، تعطال الام ديالو. يعني هذه برنامج خاص، هذه النقطه الثانيه خاصه بالطفل والمراه والام. النقطه الثالثه، كاين واحد 1000 درهم لكل المغاربه اللي ما عندوش دخل سنويا، اللي ما عندوش دخل يعني شهريا، غتعطالو واحد 1000 درهم في كل شهر للمسن ل 65 عام، اللي تيفوق 65 عام غتعطالو واحد 65 درهم 1000 درهم ل 65 عام ابتداء من 2022. النقطة الرابعة هي مليون منصب شغل. كنا قبل تنشوفوا برامج ديال الأحزاب السياسية وباقي الآن محاربة البطالة، محاربة الفساد، محاربة الرشوة. اليوم ملي غنهضروا على واحد الرقم يعني راه غنتحاسبوا به، في 2026 مليون منصب شغل جديدة خاصة للشباب النساء. يعني حتى من بعد هذه الأزمة ديال كورونا عرف القطاع ديال التشغيل وعرف واحد البطالة اللي تزادت كثيرة، الاقتراح ديال البرنامج ديال الأحرار وهي مليون منصب شغل. النقطة الخامسة، رد الاعتبار للأستاذ. احنا دائما قرينا في مؤسسات عمومية، كنا دائما تنسمعوا الأستاذ ما تيجيش، عنده إضرابات، بدا من الثمانينات والتسعينات وحنا مازال تنسمعوا لحد الآن. السبب ديالو هو تجي حكومة تقول له غنزيدك 100 درهم في الشهر. اليوم البرنامج ديال الأحرار 2500 درهم شهريا اللي غادي تزاد له في البداية ديالو من الالتحاق باش غيتوظف، غتولي في عوض 5000 درهم غيبدا، غتبدا ب 7500 درهم. هذا البرنامج هذا، هاد الخمسة ديال الحويجات بيان سور كيما قلت جا من بعد لقاءات مع 300,000 مواطن مغربي، واللي لاحظتوا بأنه قيس المشاكل الاجتماعية ديالو. هذا البرنامج كيما جا على لسان أعضاء المكتب السياسي ديال التجمع الوطني الأحرار، برنامج انتحاري، برنامج تيبين للمغاربه بصح النيت الا بغينا ننقدوا بلادنا، بغينا بصح النيت نرفعوا من المستوى ديال المغرب ونرفعوا المستوى ديال الدخل ديال المغربي، راه خصنا نمشيو مع التجمع الوطني الاحرار بهذا البرنامج هذا.